العناية بالبشرة لا تعرف سن، لا تعرف جنس، ومن المفيد البدء بها في سن مبكرة. تفاصيل مش من عندي، تفاصيل اليوم مع الاختصاصية في العناية بالبشرة سلام مخيل. صباح النور سلام. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي وشرفتينا. قلنا إنه ما إلها سن وما صحيح. إلها عمر، قديه مهم إنه نبلش بالعناية بالبشرة سن مبكرة. وقت اللي بنقول سن مبكرة، كم السر اللي عم نحكي عنه؟ هلا نحن فينا نبلش بسن بكير من 16 سنة وطلوع، فينا نكون عم نبلش نهتم بالبشرة تبولنا. ليش؟ لحد المشاكل. يعني نحن كل ما نكون عم نعمل فيشلز وتريتمنت، نحن عم نكون عم نخفف وعم نسحب هيدي السموم الموجودة بالبشرة، فعم نحد من مشاكل حب الشباب والمشاكل الأخرى اللي يمكن نحن نتعرض لها بوقت لاحق. صح، ويمكن حتى بهالعمر هو العمر اللي تبتدي البشرة فيه بتكون فيها مزبوط. مشاكل، يعني بلش مع تفرز. صح البلوغ مع الكبر في العمر صح بتبلش انه معظم البشرات بتكون دهنيه، الحبوب مزبوط. بتبلش المشاكل. طيب في حلول اليوم بتحل جزء من المشوار، يعني عندنا الفيلر، عندنا البوتوكس، اجراءات تعود بالزمن للخلف، فاصبح في ناس بتستسهل انه مش ضروري نهتم، خلص بعدين بنروح بنعمل فيلر وبوتوكس. ما خصهم ببعض. هلا اكيد نحن بنعرف قد ما نعمل فيلر وبوتوكس مش حناخد هيدا الجلوينج بسكن، ونحن نكون مرتاحين انه عنا بشره حلوه. حتى لو حطينا فونديشن بشرتنا مزبوطه، ما فيها بثور، ما فيها بلاك هاتس مثل ما بنعرف ولا الاخبار. سو هن ما لهم علاقه ببعضهم. لو شو ما عملنا حنضل، يعني لو فينا نكون عم نعمل كومبينيشن لتو تريتمنت لناخد ريزلت بتعقد ونكون نحن كثير مرتاحين. سو مثل الهايدرا فيشل عم نكون عم ننظف البشره من جوا ومن برا بطريقه كثير صحيه وسليمه، وخصوصا اذا نحن كنا عم نعرف عند مين عم نشتغل وشو الاشياء اللي عم تنحط على سكن تبولنا. طيب بلشتي بالهايدرا فيشل، احنا اذا النقطه المهمه اللي وصلنا لها انه مش انه كيف بنعبي او كيف بنشد، نوعيه الجلد، نوعيه حفاظنا عليها، مطاطيتها، صحتها، نضارتها، رونقها، كله ما بيجي بالفيلر والبوتوكس، بيجي بالاهتمام بالبشره. صح. حنتكلم اليوم عن تقنيات مختلفه، ابتدينا بالهايدرا فيشل. الهايدرا فيشل في حديث عنه، احنا من زمان بنعرف جلسات الفيشل العاديه قديمه، ولكن الهايدرا فيشل هو جهاز الان متخصص. اخبرينا ما هي الفائده التي يقدمها جهاز الهايدرا فيشل او هذه الجلسه للبشره؟ اكيد نحن وقت بنكون عم نعمل هايدرا فيشل عم نعطي ترطيب مكثف للبشره تبعنا، عم نساعد البورز المفتوحين على انهم يضيقوا. بهذه الطريقه بس يضيقوا حنلاحظ انه نحن البلاك هيدز والحبوب البيضاء بلشوا يخفوا. سو كمان هذا شيء كثير منيح، وحنكون عم نشتغل بطريقه هلا مثل ما بنعرف الهايدرا فيشل عندها كثير 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 اشياء. بيعطي منيح. طيب عندنا هلا بنسمع عنه كمان المايكرو نيدلينج، والتقنيه اللي بيحفروا فيها الوجه لانه الاجهزه كثير، في الستامب، في المايكرو نيدلينج، في الرولر كمان، ولكن هي التقنيه اللي معنى انه بتعمل نوع من التجريح بالوجه صغير جدا للمعالجه، خبرينا عنه اكثر. المايكرو نيدلينج مثل ما بنعرف انه هن ابر كثير صغار، بنكون نحن عم نفوت السيرومز على قلب السكن فيهم. هلا بيرجع نحن شو عنا، يعني البشره شو اللي عايزته. ف بهيدي الطريقه هي البشره بتكون عم بتصحح حالها. يعني وقتها بيكون عندنا مشاكل الحبوب، مشاكل المسام المفتوحه، ايام بنعوزها لتوحيد لون البشره، والنتائج تبولها عم بتكون كثير حلوه. تعطي نتائج. تعطي نتائج. طيب خلينا نتكلم لانه انا صراحه بحب يعني هالتقنيه اعرف عنها اكثر. الان في ناس بتعمل هذا الجهاز بدون اضافه شيء، في ناس بتضيف انواع مختلفه من السيرومات او من المواد المغذيه، احيانا بنسمع عن البلازما كمان. صحيح. بتضيف اضافتها، شو الفوائد اللي ممكن نوصلها من وراء استخدام الميزوثيرابي؟ مثل ما حكينا باول هذا السؤال انه نحن لشو بدنا نستعملها؟ عم نستعملها لنكون عم نخفف المشاكل اللي عندنا اياها بالبشره. شو الحالات اللي ممكن نستعملها فيها؟ هلا نحن بالعاده بنروح وقتها بنكون عم نقيم البشره بنعرف انه مثلا هيدي البشره جافه بدها ترطيب،
فالمايكرو نيدلينج ثلاث ارباع الاوقات بنكون عم ناخده للبشره الجافه اللي بنكون بدنا نعطيها فيتامينز. سو لهيك كمان ايام بنكون مثل ما قلتي حضرتك انه بنكون عم ناخد عم نحط بلازما عم نسحب دم ونشتغل مايكرو نيدلينج فيه. هل مفيده كمان في حالات مثلا الجلد المرتخي او انه بتعطشك؟ وخصوصا بناخده كاندر اي اذا عندنا دارك سيركلز، عندها بافنس، رينكلز، فهول كله بيساعد اكيد. اذا حتى المواد اللي بنضيفها بتكون مزبوط. معتمده على حسب الحاله اللي احنا البشره اللي نحن عم نشتغل لهم. طيب انا مثلا مذيعه والجدول عندي بيكون على حسب، كل مره بيكون ايام مختلفه، اذا حبيت انه احصل على هذه التقنيه او على هذه الخدمه العلاجيه، كم مده الاستشفاء؟ لانه بنعرف انه مثلا الصوره اللي طالعه معنا انه بيكون في نوع من التورم ربما الجروح مزبوط. او حساسيه البشره اللي بتمنع انه ارجع احط مكياج او انه اطلع على الهواء. هلا نحن كم الفتره؟ نحن بكل التريتمنت اللي بنعملهم على طول بنقول انه 42 ساعه ممنوع نكون عم نتعرض للشمس ولا نحط كثير ميك اب، وبس الديلي روتين تبعولنا ككريمز بنكون عم نستعملهم. فحسب هو كمان الكيس اذا نحن عم نشتغل بطريقه شوي قاسيه على هيدي البشره ولا ما عندنا مشاكل فيها وعم نشتغل بطريقه رواق. إذا كنا كثير رايقين فيها فينا بعد 42 ساعة نكون عم نحط، إذا كنا عم نشتغل بطريقة شوي قاسية لا حيكون عندنا هيلينج بعدها، وبهيدي الفترة بنكون عم يعني ما بنفضل نكون عم نحط أشياء على البشرة تبولنا. طيب حنيجي للتقنية الثالثة اللي حابين نحكي عنها اليوم هي الليزر الكربوني، كمان في عنه حديث كثير وبنشوف الصور دائما، هذا الماسك فعلا زي ما طلع معنا الماسك الاسود وهذا الجهاز، اخبرينا اكثر عن هذه التقنيه. هلا الكربون ماسك كمان كثير مهم، هو كربون بنمده على الوجه بيمتص لنا كل شيء في سموم او الزيوت الموجوده بالوجه، وبنشتغله كثير للعالم البشرتها مزيته فبتفيد، وعنده كثير فوائد كمان منها انه كثير بيعقم بطريقه كثير حلوه البشره، بسكر المسام، بيخفف لنا كمان اذا عندنا لون الوجه مش متوحد، سو بيساعدنا كثير بهول الاشياء. بيعالج التصبغات كمان. بيعالج التصبغات، بحافظ لنا على الكولاجين الموجود بالوجه، بيساعدنا بكثير اشياء كمان. طيب الليزر الكربوني تحدثنا عن وقت للشفاء بالميزوثيرابي، هل الليزر الكربوني كمان بيحتاج ل هلا حسب البشره، في بشرات بيكون عندنا هيلينج وراها، في عالم ما بتحس باي فرق الا بس جلوينج بسكين. حساسيه البشره بتفرق يعني؟ صح. طيب ماذا عن الهايدرا فيشل؟ الهايدرا فيشل 24 ساعه يعني هو هيدا العلاج الوحيد الامن لكل انواع البشره، يعني 24 ساعه فينا نكون عم نرجع لحياتنا الطبيعيه. الليزر الكربوني سلام، هل بيعمل نوع من بنعرف احنا الان صيفيه درجه الحراره كمان جدا مرتفعه السنه، يعني درجات الحراره اكثر من السنين الماضيه، هذه العلاجات هل ممكن انها تكون في الشتاء اكثر او ما بتفرق ممكن نستعملها في اي وقت؟ اكيد نحن بنغير انواع التريتمنت بين الشتويه والصيفيه، مثل ما بنعرف انه نحن كل شيء جلايكوسايد وهولي بنوقفهم كومبليتلي بالصيفيه لانه بنعرف انه العالم اللي عندها هايبر بيجمنتيشن اذا تعرضت عم نستعمل نوع اسيد وتعرضت للشمس حناخد حنسوق حالتنا مش حتكون عم تتحسن. ففي اشياء بنوقفها وفي اشياء فينا نكون عم نستعملها بالصيفيه مثل الهايدرا فيشل. اذا هي خيارات ممكن نفكر فيها في فتره الصيفيه، الان اهم شيء صيفيه بنعرف انه الحمايه كثير بنكتر من الحمايه دائما وخاصه في الاماكن اللي درجات حرارتها مرتفعه، خلاص الصيفيه باقي لها شهر شهر شويه وخلصت، بعدها ممكن نبدا في على فكره مشاهدين انا جربت الليزر الكربوني والهايدرا فيشل ميزوثيرابي لا لانه بخاف منه شوي، ولكن هي فعلا علاجات تعمل فرق كبير بالبشره. وعن جد عن جد يعني اللي كل العالم اللي بتهتم بالبشره تبعها وبترطبها وبتكون عم تشتغل عند حدا عن جد اختصاصي عم بيلاحظوا انه كابوتوكس وفيلر عم بداين اكثر. حلو. ونحن بنعرف انه بداين ست اشهر، بس اذا انت كمان هودي الفاين لاين عم نجرب نساعدهم انه ما يبينوا كثير، يعني عم ناخذ ريزلت لمده اطول. شكرا جزيلا لحضورك معنا الاختصاصيه في العنايه بالبشره سلام مخايل، شكرا على كل المعلومات اليوم، ننتظرك فقرات ثانيه ان شاء الله يمكن نتكلم في مواضيع متخصصه اكثر، شكرا جزيلا.